أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الحصة غنخصوها لمراجعة درس ترتيب الأعداد من 0 إلى 9 ودروس العشرات من مادة الحساب. نبدأ بالتمرين الأول. أرتب الأعداد الآتية ترتيبا تنازليا. وعدنا 7 5 2 9 4. والمطلوب منكم في التمرين ترتبوا الأعداد ترتيب تنازلي. شنو أكبر عدد في هذه الأعداد؟ تفضلي زهرة. 9. صحيح، العدد 9 وغنكتبوه هو الأول. وشنو الرمز اللي كيعبر على أكبر من؟ كتبوه في الألواح. رفعوا الألواح ديالكم. يلا زهرة. جيد، وغادي نوضعوا الرمز أكبر من. ودابا شكون العدد الكبير في الأعداد اللي بقات؟ سناء. 7. صحيح، العدد 7 وغنوضعوه من بعد الرمز وغنقراو 9 كبر من 7. وشنو الرمز اللي غنوضعوه من بعد 7؟ تفضلي عائشة. أكبر من. صحيح، الرمز أكبر من. والآن شكون الأكبر في العدد اللي بقات؟ سلمى. 5. أحسنتي، العدد 5 وغنوضعوه من بعد الرمز وغنقراو 7 كبر من 5. وطبعا غنوضعو الرمز أكبر من بعد 5. وشنو العدد الكبير اللي غنوضعوه من بعد؟ تفضل إلياس. 4. نعم، العدد 4 وغنقراوها 5 أكبر من 4. وبطبيعة الحال غنوضعوا الرمز أكبر من. وشنو آخر عدد الأصغر في هذه السلسلة؟ تفضلي عائشة. 2. جيد، وهذا هو تصحيح التمرين الأول. ننتقلوا للتمرين الثاني. تابعوا معايا، نقرأ سؤال. أتمم سلسلة الأعداد الآتية. عندنا 10 12 14 و 16. إذا العدد الأول على يسار السلسلة شنو هو؟ تفضلي زهرة. الرقم 10. نعم، العدد 10. وشنو العدد اللي غادي يتبعو؟ تفضل إلياس. 11. صحيح، العدد 11 وغنكتبوه في الفراغ. نمروا العدد الموالي، كيفاش نقراوه؟ تفضلي خديجة. 12. نعم، 12. وشنو العدد اللي غادي يتبعو خديجة؟ 13. صحيح، وغنكتبوه في الفراغ الثاني. العدد الموالي كيفاش نقراو؟ تفضلي عائشة. 14. 14 صحيح. وشنو العدد اللي غادي يتبعو سناء؟ 15. نعم، 15 وغنوضعوه في الفراغ الأخير. وآخر عدد نفس السلسلة كيفاش نقراو؟ تفضلي سلمى. 16. تبارك الله عليكم، 16. وهذا هو تصحيح التمرين الثاني. تفضلي سناء، قري لنا السلسلة. 10 11 12 13 14 15 16. جيد، والآن مروا للتمرين الثالث. أكتب العدد المناسب في الخانة المناسبة. وعندنا جدول فيه 3 ديال الخانات: خانة الأعداد، خانة الوحدات، وخانة العشرات. والمطلوب منكم هو تحددوا أرقام الوحدات والعشرات ديال كل عدد. نبدأ بالعدد الأول، شنو تنقراوه؟ تفضلي سناء. 21. جيد، 21. وشنو رقم الوحدات ديالو؟ كتبوه في الألواح. رفعوا الألواح ديالكم. أحسنتم، هو الرقم 1. ورقم العشرات ديال العدد 21 شنو هو؟ كتبوا في الألواح ديالكم. رفعوا الألواح. نعم، هو الرقم 2. نمروا للعدد الموالي. تفضلي عائشة، قريه لينا.
49. جيد، وشنو رقم الوحدات والعشرات ديالو؟ الوحدات 9 والعشرات 4. جيد، نمروا العدد الثالث، كيفاش نقراه؟ تفضلي زهرة. 50. 50، جيد. شنو رقم الوحدات والعشرات ديالو؟ تفضل إلياس. 0 رقم الوحدات. أها. وخمسة رقم العشرات. جيد، وتنقراوه 50 رقم الوحدات ديالو 0، رقم العشرات هو 5. نمروا للعدد الأخير، شكون اللي يقرأ لنا؟ تفضلي سلمى. 99. جيد، وشنو الرقم اللي غنوضعوه في خانة الوحدات؟ 9 اللي على اليمين. جيد، والخانة العشرات؟ 9 اللي على اليسار. جيد، وعندنا هذا هو تصحيح التمرين الثالث. وبهذا نكونوا كملنا مراجعة 7 ديال الدروس الأولين من مادة الحساب وثبتناهم. وتنذكركم بإعادة مشاهدة بث هذه الحلقة على القناة السادسة أو بواسطة الأنترنت على الرابطين الإلكترونيين اللي تظهروا أمامكم على الشاشة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.